مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه المتجدده دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي من الحياه. وكعادتنا في سلسله لقاءاتنا الاخيره في من الحياه لا صوت يعلو على صوت غزه. الله اسال سبحانه وتعالى ان يعجل بنصرهم والا يرفع لليهود في الارض رايه وان يجعلهم لخلقه عبره وايه. حول موضوع غزة يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة يكون ضيفي وضيفكم الأستاذ حامد الطاهر الباحث والمؤرخ فأهلا ومرحبا بك نورتنا وشرفتنا الله فيك كما أيضا يشرفني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الدكتور ماهر الصافي المحلل والخبير الفلسطيني أهلا ومرحبا بك نورتنا أيضا يشرفني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الدكتور علي عبد الراضي استشاري الصحة النفسية أهلا ومرحبا بك حياكم, حياكم الله. الله ابدا بدايه مع دكتور ماهر حول مستجدات الاحداث الان في غزه والهدنه التي يتكلم عنها العالم وكان يترقبها العالم كله خلال الساعات الاخيره الماضيه، تفضل. يعني اولا نترحم على ارواح الشهداء. نعم. عدد الشهداء فعليا تجاوز 16000 وتحت الانقاض ما يزيد عن 7000 ما بين طفل ومرأة ورجل. عدد الأطفال الذين استشهدوا في هذا العدوان الغاشم ما يزيد عن 8000 طفل و4000 امرأة اه، بالإضافة إلى الشيوخ والرجال اه، العدوان الإسرائيلي لم يبقي شيء إلا دمره اه، قتل البشر ودمر المستشفيات وقصفها ودمر مخابز الاكل والطعام والمستودعات وكل هذا مقصود وكل هذا ضرب مقصود ضرب المستشفيات الحيويه و... نعم الجيش الاسرائيلي او اسرائيل قصدت بعدوانها هي ارغام اهل غزه شمالا وجنوبا الى النزوح نعم وترك اراضيهم ولكن هناك مفارقات كبيره حصلت منذ العدوان الاول حتى اليوم الخمسين عندما فتح معبر رفح للقادمين من غزه ومن كافه دول العالم. م. رجعوا الى غزه كي يثبت للعالم رغم القتل ورغم ان البيوت مدمره والشهداء والابناء قد استشهدوا ولكن سنرجع الى الارض. م. هذه الارض التي راح من اجلها الاف الشهداء والاف الجرحى. نعم. العدوان الاسرائيلي مستمر ولكن المقاومه الفلسطينيه انتصرت وغيرت قواعد اللعبه في مبدا المفاوضات صحيح فارغمت اسرائيل على التنازل لشروط المفا... المقاومه الفلسطينيه ولا نستثني اي فصيل منهم، كلهم عاملون كلهم من اجل فلسطين واقامه الدوله الفلسطينيه وهم آه عملوا ما باستطاعتهم من اجل التحرير واحد. ونسال الله ان يكون التحرير قريبا بإذن الله. وهو قريب بإذن الله. باذن الله صفقه الصفقه او الوساطه المصريه القطريه التي توجت بنجاح مبدئي للصفقه للمرحله الثالثه او اليوم الثالث قبل قليل تم تسليم 13 اسير وثلاثه تايلانديين واسير او محتجز روسي نعم للصليب الاحمر واين تم التسليم في شمال غزه <applause> في شمال غزه ويعني أنت تعلم شمال غزه محاصر بالدبابات وبالجيش وقبل قليل على حسب روايه الاعلام الاسرائيلي نتنياهو كان في غزه قبل قليل وبالامس جالنت وزير الدفاع كان في سواحل غزه والتقى بالجيش لرفع معنوياته وانت تعلم ان المقاومه ابلت بلاء حسنا في الايام الاخيره من مجابهتها للمحتل الاسرائيلي. الصفقة أعطت للمقاومة نوعا من الراحة والتقاط الأنفاس ولملمة الأوضاع حتى تستطيع أن تخطط للقادم، أيضا الشعب الفلسطيني في غزة عانى خلال 50 أو 48 يوم ويلات القتل والقصف والمجازر المستمرة، يعني أنت تتخيل أن ما يزيد عن ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة مسحت من السجل المدني، م. هناك ما يزيد عن ثمانية عشر ألف يتيم طفل يتيم فلسطيني فقد الاب والام. آه يعني ماسي ايضا سياسه التجويع التي اتبعتها اسرائيل. صحيح. وبالامس كانت المفاوضات ستقف وكانت وكانت وكان آه الجيش سيقصف واقلعت الطائرات الحربيه تهديدا للمقاومه آه حتى يتم التسليم. المقاومه رفضت التسليم لان اسرائيل آه يعني غيرت من قوائم الأسرة في سجون المحتل الإسرائيلي قامت بالتنكيل وقامت بإطلاق القنابل الغاز وضرب الأسرى في السجون آه الإسرائيلية من أجل إزلال لأنهم يشعرون بالهزيمة نعم. فالصفقة تعتبر هزيمة لإسرائيل ونتنياهو لا يريد أن يدخل أي صفقة كان هدفه ان يقضي على المقاومه وان ياخذ المحتجزين وان يقضي على راس المقاومه الفلسطينيه في غزه ولكن فشلت كل اهدافه حتى مفاوضات امريكا المتاخره ونعلم جيدا ان امريكا هي من امدت اسرائيل بالسلاح وبالعتاد وبالمال بشكل معلن بشكل معلن ومكث اربع اسابيع بيض من اجل ان يقنع نتنياهو بان يقبل بالصفقه ولكن المقاومه فرضت شروطها فرضت كلمتها نعم. الوساطه المصريه القطريه كان لها دور فعال في ابرام الصفقه وفي لملمه الجراح نوعا ما لان الشعب انهك نعم. آه يعني في بيوت لم يدخل الطعام يعني البيوت منذ يعني ممكن أسبوع أو عشرة أيام، نعم. يعني مية تمر، ملح، يعني أمور صعبة جداً، صحيح. إسرائيل عمدت على القتل والتجويع، نعم. وسياستان يعني تؤدي الى التهجير ولكن الشعب باقي باذن الله النصر قادم اسرانا الله بها رب العالمين. الباحث والمؤرخ الاستاذ حامد الطاهر حول هذه الوقائع الاخيره ولا سيما ما يتعلق بهذه الهدنه التي يعني يستريح فيها نوعا ما اهل غزه والمقاومه من هذه الحرب الضروس ومن هذا القصف للمستشفيات والمخابز وما الى غير ذلك، كيف رصدت هذا الامر؟ اولا الهدنه لاهل الرباط وأهل الجهاد، لا هدنه ما. لنا، لاننا لا نريد ان نكون وعيا بالقضيه الفلسطينيه ونكون وعيا بعدونا وهذا ما حدث في غزه ولذلك نجحت التجربه هنا ما اقوله ان ما بعد الطوفان ليس كما كان قبل الطوفان، هناك مفاهيم آه. كثيره تغيرت. بالنسبه للاحداث وبالنسبه لمساله يعني ما يحدث الان مساله مهمه جدا ان تفهمها، اولا ان الحركه التي تقاتل وتحارب الان حركه ليس لها عمق استراتيجي، حركه ليس لها عده ولا عتاد، حركه ايضا ليس لها ظهير من العالم آه. ومع ذلك تقاتل وتستطيع ان تركع العالم كله. يعني هذه الحركة أمام 57 دولة فرضت كلمتها في مؤتمر قمة ولكن اليهود ضربوا عرض الحائط بهذا الكلام ولكن في النهاية هي فرضت كلمتها على هؤلاء وجاء نتنياهو خاضعا راكعا كما قيل له من قبل الملثم هذه العملية أفشلت عدة خطط أولا مشروع اللي هم بيسموه إيغور آيلاند اللي هو مشروع التهجير أن بعض الناس يروح من الضفة الغربية إلى الأردن والآخر يروح إلى سيناء وبعد ذلك تكون أرض غزة خالصة لهؤلاء الاستيطانيين وهؤلاء التوسعيين نعم. فشل هذا المشروع الأمر الآخر أن مشروع التطبيع الآن يعاني من موت سريري أصبح مشروع التطبيع الآن من المشروعات التي تعتبر من أكبر الكبائر وفاحشة كبرى بالنسبة للشعوب العربية الآن، وتوقف تماما. أيضا توقف مشروع الديانة الإبراهيمية والخرابيط التي كانوا يتحدثون فيها، وافتضحت العنجهية الأمريكية، وافتضحت العنجهية الغربية، وجميع المفاهيم التي كانوا يتكلمون بها دفنت مع من دفنوا في مستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء وهذه المناطق كلها. من ناحية أخرى، هناك عدة أمور نجحت فيها المقاومة. اولا الذي نجحوا فيه هو مشروع الاسره مشروع الاسره على فكره هو هدف واحد من اهداف يوم السبت العظيم اللي هو يوم السابع من اكتوبر لاننا نستطيع ان نؤرخ ما قبل السابع من اكتوبر وما بعد السابع من اكتوبر الاسره كان مشروعا هذا المشروع كان بدا يموت والاسره كانوا في كل يوم يكثرون سواء من القدس سواء كان من غزه سواء كان من الضفه الغربيه هم الان يعملون على تبييض السجون لكن الحقيقه ان الذي قام بعمليه 7 اكتوبر والطوفان العظيم هذا حتى الان لم يفصح عن كل اهدافه التي يريدها لكن موضوع الاسره رائع وايضا انا اقول كلمه موضوع الاسره ده فقهيا وشرعيا مطلوب ان يستنفذ اخر درهم واخر دينار في بيت مال المسلمين لما كان فيه خلافه وكان في بيوت اموال حتى يسترد الاسير، الحجاج سير جيشا الى الديبل لاسترداد الاسيرات المسلمات اللواتي كن عند داهر م. لما قالت امرأه منهن وحججاه المعتصم وكان يعني مدمنا على الخمر ترك شرابه وذهب إلى عمورية وزبترة فتحها من أجل أسيرة واحدة. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <applause> قبل هذا وقبل <applause> ذاك كان يرسد مرثد ابن أبي مرثد ليأتي بالأسرة من مكة ويحملهم على أكتافه ونزل صدر سورة النور بسبب أن امرأة يعني هذه المرأة كانت تريده وتراوده. المهم أن موضوع الأسرة ده موضوع مهم للغاية. الأمر الآخر إن المقاومة ربحت ربحا إعلاميا غير عادي. نعم. المعركة الإعلامية كانت لصالح المقاومة. المقاومة نشرت عدة فيديوهات كلها في فيديوهات تدل على ان الذي يدير هذه المعركه دارس النفسيه اليهوديه ودارس سيكولوجيه الغرب ايضا بدليل يعني. ان الغرب كله الان تحول مع هؤلاء وتعاطف معهم مم. يعني مثلا امبارح لو حضرتك تشوف مشهد تسليم 13 اسير امبارح الست والبنت عمالين يعملهم بيلوحوا بالاشاره البنت اللي هي كانت ماشيه على عكازين بتقول ماي سويت هيرت. يعني تخيل مثلا بتقول كده لمجاهد وتكلمه بهذه الطريقة على الرغم من أنه عدو أكبر وعلى الرغم من أنه ممكن يكون أخوها هو الذي يقتل الآن يعني برح في فيديو من الفيديوهات العجيبة أنه جندي إسرائيلي يهدم بيتا ويهدي هذا الدمار لابنته في عيد ميلاده في عيد ميلاديه يعني أنت بدل ما تدي لبنتك وردة ولا تديها بلونة ولا تديها لعبة تديها تعطيها هذا الدمار فكون انك غيرت هذه العقليه في خلال 48 يوم من خلال التعامل ده امر معناه انك ربحت اولا على الارض الامر الاخر اوروبا النهارده كلها يعني انجلترا التي اتت باليهود الى بلادنا عن طريق يعني وعد بلفور وعن طريق الـ 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 اللي هو المندوب السامي البريطاني الاولاني اللي هو هربرت لما جه وكان يهوديا هؤلاء هم من جاءوا باليهود الى بلادنا النهارده انجلترا نفسها هي التي فيها مظاهرات اكبر والعدد اكثر من اي عدد في العالم كله نعم. وده معناه انك ربحت ربحا كبيرا من ناحيه اخرى انت غيرت وجه الاسلام في عقول هؤلاء بدات الناس تفكر ما هذا الذي يجعل هؤلاء ثابتين بهذه الكيفيه م. ثم بعد ذلك الاخلاق الرفيعه من اين اتوا بها ثم هذا الذي نراه من هؤلاء من جهاد وثبات وعدم تسخط على امر الله سبحانه وتعالى نعم. وثبات امام حرب التجويع وثبات امام حرب كونيه يعني حضرتك النهارده تتكلم على ثلاث اضعاف ما القي على نجازاكي وهيروشيما من المتفجرات نجازاكي وهيروشيما سلمت بالثلث فقط مع ان كانت في دوله كامله وامبراطوريه حتى هذه اللحظه اسمها امبراطوريه اليابان سلمت مباشره قالت لك لا نحن لسنا على قدر هذه الحرب لكن النهارده يلقى عليك ثلاثه اطنان من هذه المتفجرات وانت ثابت أنت صامد وأنت لا تتحرك بل على العكس التسعمائة ألف اللي نزحوا من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب يعودون مرة أخرى على الرغم من أن في رصاصات تطلق على الرغم من أن في حرب معلنة ورغم أن في انتهاك لهذه الهدنة ومع ذلك يسيرون ومع ذلك يمشون ويرجعون إلى بلادهم الحجر موجود حنبني الرحم يعني. موجود سيولد الولد بعد ذلك صحيح هذا الثبات العجيب الذي يقول ان اهل الثبات مرحلة انه يقاوم ويجاهد من المسافه صفر وهذا امر ابهر يزو العالم كله يعني حتى غير المسلمين يعني. لا انا معترض على هذا نعم. انا معترض على هذا انا اقول لك انه اصبح الامر غير كده كمان تفضل. اصبح الامر بطريقه وضع التحاميل مم. ومعروف يعني معناه انه ذهب <applause> الى باب الدبابه المركبه ووضع العبوه فيها نعم ونشروا هذا بالفيديو اه دا. يعني هذا الكلام ليس كلاما يعني اه, آه. هذا الكلام يعني احنا وصلنا الى ما بعد المرحله صفر وانا كان عندي معلومات ان الذي قام بهذه العمليه رئيس حماس او مدير المكتب بتاع حماس داخل غزه هو الذي قام بهذه الحركه م. تمام فانت عندك ناس بيقتلوا بشكل عجيب والملثم اعلن ان 37 واحد فقط هم الذين قاموا بهذا يعني درجه ان في اخبار تاتي من امريكا الان ماذا تقول تقول ان امريكا تسعى الى تجيد عشره الاف من المرتزقه حتى يقاتلوا بدلا من الجيش الصهيوني يقاتلوا بالوكاله بالانابه مم. انت عارف ان في مرتزقه وده اعلن عنهم مرتزقه يعني. امريكان وفي مرتزق اسباني اعلن عنه وفي قنوات اعلنت عن هذا وده على فكره خلى المجتمع الامريكي ينقلب عليهم يعني النهارده في استاذ العلوم السياسيه امريكي يقول ان 95% <applause> من المجتمع الامريكي اصبح الان ضد الاداره الامريكيه نعم. يعني ماذا يقول الامريكان النهارده لشاب عشرينيه ولشاب عشريني وهو يرى دولتهم تكذب وهي تنشر الرعب وتنشر الفساد في كل مكان وهم كانوا يربونهم على حريه التعبير وعدم القمع ويجاهرون بهذه المفاهيم نعم فماذا يقول هؤلاء لشعوبهم؟ اذا انت عندك النهارده هذه الهدنه نجحت الى حد كبير او هذا الطوفان نجح الى حد كبير في تغيير اشياء كثيره يعني من ضمنها تغيير تكتيك القتال نفسه نعم. التكتيك القتال الاسرائيلي يعتمد على الحرب الخاطفه ويعتمد ايضا على ان الحرب تكون في ارض غير <applause> لكن النهارده لا النهارده الحرب في ارضك في غلاف غزه نعم. النهارده الصواريخ تصل الى تل ابيب وبعدين انت عندك مشكله كبرى عندك في اسرائيل عام دراسي لابد ان يتم عندك سياحه دينيه اللي هي المسيحيه في اعياد الميلاد اللي اقتربت هذه السياحه الدينيه انت ضربتها النهارده ضربتها صحيح. تماما صحيح. على فكره والاقتصاد الاسرائيلي مش هينضر لان الاقتصاد الاسرائيلي بيقوم على جمع التبرعات من اوروبا ومن امريكا ويقوم ان اليهود عندهم سوق المال لكن مشكله في الاقتصاد الامريكي الاقتصاد الامريكي نفسه بينهار النهارده لان هما اللي بيضخوا الاموال ولذلك حتى في بعض الشاحنات في امريكا كتب عليها لا تدفعوا ضرائبكم حتى يقتل بها الاطفال في غزه نعم انت عارف ان النهارده لما توصل ان حد المعارضه يكون بهذه الكيفيه وان في الناس تعترض بايدن هو ومراته وهما ماشيين ويقولون انتم تعينون على قتل الاطفال وإن إسرائيل إرهابية وبعد كده إن امرأة تعترض موكب بايدن والشرطة تلقيها أرضا ثم يذاع هذا إن النهاردة العشرين والثلاثين بيطلعوا رسالة زي رسالة أسامة لادن التي وجهها لإسرائيل بعد وفاته بكام سنة والكلام ده كله يعني بغض النظر عن موقفنا منه لكن أنت النهاردة لما تطلع هذه الأشياء والمجتمع الأمريكي يكون ناقما على سياسات بلده أنت وصلت الناس دي لأنه درجة كمية الإسلام الذي دخل إلى القلوب يا رجل أنت أحييت ذروة سنام الإسلام صحيح وفريضة واحدة أقيمت شوف إللي حصل في العالم كله نعم. أحسن الله إليكم شكرا جزيلا ونعود إليكم مجددا إن شاء الله دكتور علي ضرورة ترسيخ أن القضية التي نتكلم عنها في هذه الليلة ليست قضية إخواننا فلسطين وحدهم إنما هي قضية المسلمين في شتى أنحاء العالم ضرورة ترسيخ هذا في أذهان أبنائنا وأنه إحنا حتى وبيتابعوا معنا هذه القضية التي كلنا نحيا ونموت عليها هذه الأيام والكل يجاهد سواء بالكلمة أو بالمقاطعة أو بالدعاء ويكون الشغل الشاغل الآن لجميع البيوتات الآن هو مستجدات الوضع الراهن في غزة دور الأسرة في هذا الأمر كيف ترى؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آه في الحقيقه آه آه المسؤوليه آه الوطنيه وده اعني بهذه الكلمه ان كل اب وكل ام وكل معلم وكل معلمه كل حد فاهم وواعي وعنده وعي بهذه القضيه الذاتيه آه آه تحدد حدود الوطن لأ هي انا هي شخصي هي أخلاقياتي هي كل مبادئي الأساسية الإنسانية اللي أنا لازم أتكلم عن الشعب الفلسطيني وأعرف القضية ما قبل 48 بداية من استغاثة شعب فلسطين في بيع مرج عامر وما قبلها لازم تأصيل التاريخي طب نيجي السؤال مهم جدا هل الاب والام عندهم القدره الحكواتيه على فكره منهج المحكواتي ده طبعا اشكر الساده الضيوف عندهم سرد قيم جدا جدا وترتيب الاحداث لهم كل الشكر يعني والتقدير أه، ولكن يجي هنا دور الاب ان هو يقدر يوصف لابنه البدايه كانت من فين؟ مم. ده مهم جدا مم. وازاي تم التوغل الصهيوني داخل الشعب الفلسطيني. بس من الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما تعرفش حاجه عن القضيه اصلا. في ناس بتفتكر ان هي وليدة اللحظه. <applause> نعم. يعني صحيح. في صحيح. ان هم كانوا وده للاسف وفي, وفي وقت هناك بعض صهاينه العرب من خلال وسائل الاعلام يخرجون على الناس من خلال الفضائيات نعم يطعنونها في المقاومه. صحيح الجيل الجديد النهارده قاعد بيتفرج على في المقابل بعض المنتسبين للعلم الشرعي بيطعن في المقاومه وفي الناحيه الاخرى بعض صهيونات العرب من خلال وسائل الاعلام في الطفل دلوقتي <applause> او الشاب قاعد بيتفرج وهو في حيره هو مين صح من دول واضف الى ذلك وسائل التواصل الاجتماعي استخدام الموضوع كترند هو ماشي ممكن استخدامه كترند يخلي بعض الناس الباحثين <applause> او اللي عنده قدره ان يوصل او يسال او يستفسر لكن للاسف السطحيه كما ضيعت القضيه من قبل نعم. وكانت السطحيه ان احنا كنا بنشوف الجيش الصهيوني وهو كان بيفتكر انها عصابات وده اللي خلانا اصطدمنا في 48 ان هو لا ده, ده جيش متدرب في الحرب العالميه الثانيه على خطه تكتيكيه قويه جدا عنده طرق واللي هي لغايه الان بيستخدمها انه يقفل لي كل المعابر ويفتح لي معبر واحد للخروج منه ويضرب في كل الناس فهو معناه ان هو لسه لغايه الان طب احنا ايها المواطن العربي لسه ما عرفتش الموضوع ايها الاب لسه مش عارف توصل لابنك المعلومات الاساسيه لتاريخه دي الانثرولوجيه الاساسيه نعم. اللي هي فكره انك تبقى منتمي لمعتقد اساسي راسخ وهو القضيه القوميه العربيه الكتله القوميه العربيه بدون تكذيب نعم. بدون تفصيل بدون شرخ بدون ان دوله مين ودوله مين انا بتكلم عن الانسان كشعب اتكلم عن المواطن العربي كوحده قويه جدا ضروري نفهمهم تيجي ابحاث الانثروبولوجيا والعلم النفسي بالذات بتتكلم على الجزئيه دي بطريقه مختلفه جدا. الطفل يقدر يستوعب الحكايه في سن خمسه خمس سنوات يستوعبها كويس جدا كحكايه وحدوته وتبسطها له بيفهمها قوي قوي. سن سبع سنوات يستوعب آه الاحداث المتراميه. تسع سنوات عنده الاوير او عنده الوعي الكامل انه يفهم كل الموازين القوه والتشعبات. طيب تبدا نبدا الفكره من فين؟ بشكل مبسط. عزيز الاب، عزيز الام سيبك شوية من السوشيال ميديا. اه لكل امراة، أنتِ بيتك تخرب بسبب السوشيال ميديا. سيبك شوية من السوشيال ميديا دلوقتي والتجسس على الزوج، في حاجة مهمة جدا. ركزي أنك تربي أولادك. ده, ده مستقبلك، لا ده مش مستقبلك أنتِ بس. أنتِ لو حسيتي أنك كأم أنتِ راهن عليك مستقبل الأمة، ويمكن الشعب الفلسطيني ضرب أكبر مثل. ما يقدمه الشعب الفلسطيني من أو إن شئت أقول صمود ومرونة نعم. صمود ان هو قدر صامد نحو الـ الكيان الصهيوني الغاشم، قدر صامد على المجاعه والعطش بعقيدة إد... طبعا نعم. وعنده مرونه في انه يتقبل الويلات وانه يتقبل كمان الشهداء وال... والافتقاد، فده معناها تربيه قويه جدا عنده منهج قويم م. على الصمود، فهل احنا نقدر نستفاد منه لهذا الموضوع ونتفرغ من النظره الماديه البحته للموضوعات؟ <applause> رزقك جايلة ولكن الأهم من ده كله مبادئك اللي بتروح قوميتك اللي بتروح علمي أولادك اقعدي ادرسي أبسط الأشياء على فكرة في أفلام وثائقية كويسة جدا جدا على الموضوعات دي حاول تتفرج عليها وتلخص الموضوع لابنك وتتكلم عن ابنك عرفوا الموضوع ازاي ابنك لما بتيجي انت بتتفرج اه انا ابني بقى موجود معايا وشاف اه اه حلقة اه عمر الحنبلي واتبسط بيها شاف قناة تانية اخبارية وده بشوفه على فكرة لكن تيجي تسأله عن ابعاد القضية هو مش فاهم على فكرة مش كل مشاهدة الأطفال للأحداث صحية لا ده أو أوقات بتكون عندها مشكلة نفسية مشكلة نفسية اللي بنسميها الاندماج مع الأقوى ودي مسألة خطيرة جدا جدا ودي اللي بتعمل عنده نوع من الضعف والوهن وان هو هو مين في مين فمش فاهم لكن انت لما تيجي قبل ما تخليه يتعرض لمشاهدة هذه الأحداث يفهم ان الموضوع قوي يفهم ان الموضوع ليه أساس عقائدي عندنا نعم. الموضوع ليه وهذا هو الأصل أيوة الموضوع نعم. هو مسؤولية ذاتية اللي هناك دول ناس اخواتنا ناس تبعنا ناس هم احنا ناس نحن اه نتضامن معاهم ندعي لهم نعمل مقاطعه وكله ولكن نحفظ تاريخهم من الجميل دلوقتي ان الاطفال نفسهم بقى مشغولين بالمقاطعه ده حقيقي. انا شفت بنفسي في, في السوبر ماركت الطفل يقول لك لا انا مش هاخد ده عشان ده مقاطعه ده لا انا ده عشان ده منتج مصري عشان ما يساعدش الصهاينه في ما يضربوا في الصين صحيح. دي حقيقه ظاهره صحيه جدا جدا نعم. آه كنا دايما بقول ان حتى في ظل المشاكل السلبيه يمكن دي صحوه كويسه تقول م. ان لسه لا تزال الامه بخير م. صدق الرسول صلى الله صلى عليه صلى وسلم صح. فبالتالي هو محتاجين من يوعي لهم من م. يجدد لهم امر الوعي نعم. إن يفهموا طبيعه الحياه ومسيره الحياه افهم تاريخك كويس جدا وكتير جدا من الناس اللي بتكتب التاريخ بتكتبه بطريقه مبسطه واقرا لكل الناس اللي كتبت الاحداث التاريخيه بصدق واقرا تخيل في ده لما كان حد بيتكلم انا كنت بقرا كتاب من فتره وعامل عليه تقييم من اربع سنين عن إيه الطنطوره فكذا حد بيكلمني كبار جدا ومثقفين ايه الطنطوره دي؟ قلت له دي عاده في فلسطين وهو واقتنع ان هي عاده في فلسطين قلت له الطنطوره دي قريه كامله ابيدت خلاص واتعمل عليها آه ريزوت وقرى سياحيه وكومباوندات سياحيه فاللي بجد قلت له اه طبعا انت ازاي كحد متخصص فتلاقي مثلا ده عدو ليه احنا كعلماء النفس وعلماء الاجتماع بيعادونا بره لان احنا بيهمنا الانسان وتسلسل تاريخه فلا ده مهم لو نعم. الطنطوره ابيدت بقريه ثانيه سياحيه تبع الكيان الصهيوني لا تحيا في قلوبنا تحيا في قلوب الاطفال ان احنا لينا اماكن نعم. لينا ارض مقدسه نحافظ عليها ونفهمها نعم. اشكرك دكتور ماهر لعل هذه الهدنه تكون يعني بمثابه لملمه الشتات وايضا تجديد لروح المقاومه الفتره القادمه ان شاء الله تصورك عن الفتره القادمه والله شوف يعني هو متوقع ان يكون في هدن اخرى نعم بناء على عدد المحتجزين اليوم اعلنت اسرائيل انه في 200 محتجز حتى الان م. لانه طلع الدفعتين والدفعه النهارده 13 مقابل 39 فلسطيني فلسه اسرائيل محتاجه ليه؟ لانه الشارع الاسرائيلي بيضغط مدهب. بقوه نعم. بيضغط بقوه على رئيس الوزراء نتنياهو لانه يواجه تهم فساد وهو غير من القانون وغير من الاصلاح وغير من القضاء علشان ما ما يتمش إقصاؤه. في اي اخفاق قادم ولكن نعم. على الاخفاق واضح الشعر الاسرائيلي ملتهب الضغط شديد آه يعني الخسائر كبيره خسائر نعم. بشريه وخسائر اقتصاديه نعم. آه يعني المدارس كما تحدث الزميل توقفت نعم. السياحة الدينية والثقافية والترفيهية توقفت هناك من تركها أصلا إسرائيل وسافر يعني على حتى نعم. حتى حتى الأوضاع حتى أصبح هناك هلع وهوس من الصواريخ التي تطلق نعم. حالات نفسية أصابت الإسرائيليين بعكس أهل غزة كان سبب القوة بالفعل نعم. صحيح. صحيح. فالهدنة هي كما تحدثت لالتقاط الأنفاس وللملمه الجراح هناك مئات من الشهداء تحت الانقاض نعم. يحاول زويهم اخراجهم ولكن لضخامه والكوارث والابراج التي قصفت علما فيها هناك عائلات تتراوح ما بين 130 و140 في نفس البرج لم تستطيع فرق الانقاذ والدفاع المدني من انتشالهم ليه؟ لانه ما فيش معدات ثقيله واسرائيل منعت كما منعت الشاحنات بالامس شاحنات الاغاثه الطبيه والغذائيه ولكن بالجهود وبالتصميم وبالثبات تم ادخال الشاحنات. الوضع اثناء التهدئه التهدئه التي حدثت كان جيد ولكن كانت هناك كثير من الاحزان لناس فقدوا زويهم صحيح منذ عشرين يوم وهو تحت الأنقاض نعم. في شوارع الرشيد شارع الرشيد على ساحل البحر هناك مئات الشهداء م. في منطقة نتسريم بالأمس كانت هناك عربات تم سيارات لأسر مدنية فلسطينية تم قصفها وبعد 14 يوم تم العثور على الجثث محترقه بالكامل نعم آه يعني الكلاب عزكم الله نهشت من اجساد الشهداء ليه ليه وهذا يعني متعمد ومخطط اسرائيل تقتل وتدع الجريح ينزف وتكون اصابته بسيطه ولكن كل من يقترب يقتل نعم فاسرائيل عملت على قتل كل شيء في غزه من الشمال من بيت حنون لرفح نعم حتى كيف وضع الاتصالات الان في غزه؟ الاتصالات يعني غير ثابته والكهرباء ايضا غير نعم. موجوده لليوم يعني في تواصل ولا ما فيش؟ في تواصل كل يومين، كل ثلاثه على حسب نعم. ولكن يعني قوه اليقين والايمان بالله تعطيك الامل بان نعم. الاسره بخير، بان فلسطين بخير، بان يعني الوضع القادم سيكون افضل باذن الله تعالى. نعم. نحن ده. شعب محتل ونريد الحريه ونريد الدوله ونريد القدس ايضا هناك موضوع خطير يحدث خلص. في الضفه الغربيه قبل السابع من اكتوبر نعم. قبل معركه الطوفان هناك عمليات قتل مستمره من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش المحتل الاسرائيلي للشبان وللمقاومه في الضفه الغربيه كل يوم هناك شهداء عدد الشهداء منذ 7 اكتوبر حتى اللحظه ما يزيد عن 235 شهيد لا. اه الارقام بالنسبه للارقام اللي في غزه مختلف لكن هناك برضه يعني كما يحدث في غزه يحدث في الضفه الغربيه والقدس بس بشيء مصغر الكلام واضح والتعليمات واضحه عليكم ان ترحلوا الى آه الاردن عليكم يا اهل غزه ان ترحلوا الى سيناء يعني المناداة بسياسة التهجير وإنعاش المشروع البريطاني القديم وصفقة القرن التي أتى بها ترامب الرئيس السابق وفشلت بسبب أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه نعم. والدليل هنا الشهداء التي تسقط والدماء التي تسقط على الأرض من أجل تراب هذا الوطن وللعلم أن المساحة كلها في قطاع بسيطة. غزه بسيطة جدا نعم. 361 كيلو في طول 45 <applause> في عرض 7 كيلو وبعض المناطق 12 كيلو يعني نعم. مساحه صغيره جدا ولكن هذه المساحه علمت العالم اسلوب التفاوض، صحيح. حتى اسلوب التعامل ويمكن الزميل العزيز هو يعلم جيدا في الاسلوب النفسي والسيكولوجي في تعامل المقاومه بالامس وقبل امس وقبل امس وتعامل المحتل الاسرائيلي مع الاسره في السجون الاسرائيليه هناك تعامل المحتجز الاسرائيلي يخرج وليس له نفس ان يخرج نعم من المعامله الحسنه معامله حسنه جدا معاملة الإسلاح. حتى نعم. يعني حتى على المتحدث الاسرائيلي تحدث وقال بان صحه المحتجزين جيده جدا نعم يعني كانوا متخوفين وكانت اشاعات ان هناك حالات ولاده وان هناك حالات قتل ولكن بعكس لا. المحتجز الفلسطيني في سجون الاحتلال آه الصوره لا. الذهنيه للعالم تغيرت نعم صحيح المشاهد والمقارنه ما بين مشاهد الاسر في اسرائيل في السجون الاسرائيليه ومشاهد المقاوم عندما يقوم بحمل السيده العجوز وإدخالها إلى عربتهم كان في مشهد حتى في بداية الحرب لما بعض الاخواننا في المقاومة دخلوا على بيت أحد الإسرائيليين وكانوا بيستعدنوهم حتى في شربة الماء وفي شيء من الطعام وكان ده طبعاً أمر يبهرهم يعني أنت راجل بعكس سلاح وداخل عليه في فيه أنت مستعزل أن يأكل لعظ الفاكهة والموز صحيح صحيح يسد رمقه وأن أشرب برضه وسمح جزاك الله خيراً رغم ان الحرب ليست متكافئه ما بين الاسرائيليين والمقاومه الا ان اخواننا في المقاومه علموا العالم بثباتهم وصمودهم كيف يكون معنى النصر الحقيقي هذا هو معنى النصر الحقيقي فعلا لانه معنى النصر الحقيقي ان يولد من لا شيء نعم هؤلاء صنعوا كل شيء من لا شيء اولا م. المواد التي يقاتلون بها مواد فقدت حتى صفاتها الفيزيائيه حتى خواصها الفيزيائيه نعم. صنعوها، بدأوا يقاتلون بها، اقل امكانيات في العالم، نعم. وكما قلنا ليس لهم ظهير دولي، نعم. يعني حتى البروبوجندا التي تصنعها ايران ويصنعها حزب الله ويقول اننا نعين واننا نساعد، هذه مجرد يعني سياسه واعلام فقط، نعم. دون ان يكون هناك على ارض الواقع اي شيء، وبالمناسبه يعني غزه عرض على الحركه هناك ان تقيم مشفى باسم الامام الخميني، قالوا لا، لا نقبل هذا من قريب او من بعيد، نعم. لانهم يعلمون انه هذا الامر سوف يسبب حساسيه بشكل او باخر. هؤلاء بالفعل انتصروا لان هم فهموا ما يدور في راس عدوهم نعم. القضيه عمرها 75 سنه و48 يوم مش عمرها 48 يوم فقط نعم. وربما قبل هذا نعم. لكن نحن نتعامل بال... بالقطعه نعم. هم لا يتعاملون بالقطعه نعم. هم يتعاملون مع تاريخ محرف يعني وولد يورانت لما تكلم في قصه الحضاره قال هذا الرجل انا طالعت الاسفار القديمه فنظرت فوجدت ان سفر عاموس وسفر اشعياء اكثر سفرين يحكمان العقل اليهودي تخيل مثلا أنه يقول وتحرق غزة وترسل عليها كذا حتى نبوءة عمليق التي تكلم عليها أو موضوع عمليق اللي تكلم عنه نتنياهو ده بيقول له أقتل كل شيء حتى الحمير يعني حتى الحمير لن تسلم من هؤلاء وعلى فكرة هذا ظهر حتى أن هم لم يتركوا القطط والكلاب وقتلوها ماشي الحال فالنهاردة الغزة تقدم نموذجا متكاملا أولا في فهم العدو لان معرفه العدو هي نصف المعركه. نعم. الامر الاخر معرفه امكانيات العدو. مم. الامر الثالث الا وهو استخدام اقل الامكانيات لتحقيق اعلى الانتصارات وعلى فكره ده مبدا استخدم في حرب العشر من رمضان 6 نعم. اكتوبر 1393 1973. نعم. استخدم نفس المنطق. الامر الرابع انهم علموا انه لابد ان يستفيدوا من التاريخ السابق بمعنى أن كل ما يحدث الان هو عباره عن خبرات متراكمه. أنت بدأت في 87 ، 8 ديسمبر 87 بدأت بالحجارة ثم تحولت إلى الخناجر ثم تحولت إلى العمليات النوعية ثم تحولت بعد ذلك إلى أسلحة كان مداها قصير بعض الشيء ثم بعد كده الزواري التونسي حول لك الطياره وبعد كده اتيت الى صواريخ الياسين وصواريخ القسام التي قيل انها تملك ان تدمر جميع الدبابات الموجوده الان نعم. اذا انت عملت دراسه متكامله وصلت بعد ذلك او يعني وصلت العمل وكان في عمليه ديمومه وعمليه استمراريه استطعت ان تصل الى انتصار حقيقي اليهود هؤلاء اخواننا في غزه فهموا انهم ان سكتوا لن يسكت اليهود. الامام الشافعي له كلمه رائعه يقول: والله الذي لا اله الا هو لو ان الحق ترك الباطل لن يترك الباطل الحق ابدا بمعنى. <applause> انا قلت لحضرتك العقيده اليهوديه شغاله ازاي؟ في امر اخر يمكن كثير من الناس لا ينتبهون اليه. في خبر مر كده نشرته احدى القنوات الفضائيه ان في 145 جثه سرقت من مستشفى الشفاء. ال145 جثة سرقت ليه قال لك اصل دول كانوا جثث اسرائيليه ما حصلش هذا الكلام واحنا عارفين ان كل روايتهم كذب في كذب وان النهارده ماكينه الكذب اللي هو المتحدث الاعلامي بتاعهم اللي هو ابو دان زي ما بتسميه المقاومه هناك هو اللي كل شويه عمال يكذب ويضع بعض الاكاذيب <applause> هذه اخذت الى بنك الجلد الاسرائيلي بنك الجلد الاسرائيلي هو بنك انشئ فكرته 1973 أنشئ 1985 فعليا 1986 بيملك النهارده 170 متر مربع من الجلد البشري عن طريق مقابر الأرقام اللي بيأخذوا فيها الجثث التي تسقط من الشهداء ويضعونها في مقابر الأرقام هذه كلها وبعد كده تؤخذ الجثث علشان يرقع جسد اليهودي بها وجلد اليهودي بها وتتعمل له عمليات بها فهذه عقليتهم يعني الأرض مسروقة الثروات مسروقة والجلد الذي يسير به الجند اليهودي نعم. مسروق أيضا نعم. يعني كيان مغتصب وحرامي في كل شيء نعم. ولم يترك شيئا من إنتاجه ولا من صناعته ومن هنا نقول تحقق النصر تحققت شروط المقاومة الآخر فشل لم يكتشف نفقا واحدا لم يحرر أسيرا واحدا ونشوفه بإذن الله بعد بضع سنوات وإحنا بنصلي في الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى الله بذلك يا رب شكرا جزيلا نورتنا وشرفتونا في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتوجه في خالص الشكر والتقدير لضيوف هذا اللقاء، وكان موضوعنا حول مستجدات الوضع الراهن في غزة، كان معنا في هذا اللقاء الاستاذ حامد الطاهر الباحث والمؤرخ، كل الشكر والتقدير لحضرتك. بارك الله فيك، أفعل. ايضا الدكتور ماهر الصافي الخبير والمحلل السياسي الفلسطيني، كل الشكر والتقدير لحضرتك. ايضا الدكتور علي عبد الراضي استشاري الصحه النفسيه شكرا جزيلا بارك الله فيكم باذن الله التقي بحضراتكم في حلقه الاسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياه لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته